وقفت بالظبط 15 دقيقة مش هعدي الإشارة مع الإشارة الخضراء. طبعا لما الإشارة 15 دقيقة محدش هيستنى، الناس كلها هتعدي كل جاي. دلوقتي هروح اعمل حاجه بقالي تقريبا سنه عايز اعملها وما عملهاش، عمال في تيشيرت فاكتوري من فتره بس اكتشفت ان هو قفل في كارفور فما عندوش. رايح اطبع تيشيرت، هعمل مرشندايز بقى. دلوقتي حاسس ان مدور على مكان في اسمه تيشيرت جاي ومش عارفين هو فين، فنشوف بقى. انا كنت عندي كذا لوجو، هجرب في لوجو واحد الاول ولو ظبط هعمل واحد تاني، لو حد عايز يشتري تيشيرتات هحطها تحت. وعمرو هنا كمان تادي وزير هيعمل تيشيرت، هبقى اوريكم برده التيشيرت بتاعه. هو التيشيرت بتاعي بس هو حد عايز يتفرج عليه، هو عنده انستجرام بيج اسمها تادي وزير، هحط اللينك بتاعها. تضحك ليه؟ حط اللينك بتاعها تحت. هو عامه بيصور جامد عشان حوار بقى لطيف جدا حصل جدا. بعد ما وصلنا، لا انا بكلم الكاميرا، بعد ما وصلنا اكتشفنا احنا ما حطيناش الفونتس بتاع حاجات عايزين نطبع، فالموضوع ما نفعش. اضطرينا نرجع من فين، عند لوران لحد الساعه باشا ادي عمرو هو بيظبط لنا الفونتس بتاعتنا عشان نروح تاني قبل الساعة 8 عشان بيقفلوا الساعة 8 عشان نطبع الحاجة. بس عمرو بقى من النوع اللي هو لما بيحب يغسل عربيته بيطلعها مع البيت. ادي العجلة اهي وكان بيغسلها والعربية شايلها في البانيو جوه، بس مش مكسل اوريها لكم. بياخدها فمين كده، والعجلة التانية بره كنت هخبط فيها وانا داخل. دلوقتي احنا بنعمل مشوار لتاني مرة، بس المرة دي مقلناش ترام محقناش، فاخدناه كله على رجلين. دولا 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 كلنا كده. عايز يا ابني ما جبناكش ايس كريم، نسينا معلش للأسف. اهلا وسهلا. اهلا لا مش ميكروفون ده، فيست بامب. اهلا وسهلا. اتفضل بس. فونتس مش موجودة. قلتش مش موجودة نزل فونتس عايز لك نزلت الفونتس في النامج اللي عندهم ده بيراجع. روحت البيت عملت استرس بكل التايب عشان الاوبجكتس مش تاكت. عملنا الموضوع ولكن مش هنستلم النهارده، هنستلم يوم السبت. كيف هنستلم النهارده عشان اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي، بس هنستلم يوم السبت. محل اسمه ذا شيرت جاي، لو حد عايز يجي يعني يطبع عنده. تقريبا هو احسن واحد في اسكندريه دلوقتي بعد تيشيرت فاكتوري، ما اعرفش بس انا مش فاكر شكله الصراحة. هو كان مكتوب عليه بالصيني مش ده؟ هو غالبا هو ده بس انا مش شور. ده اللي بيبقى عند موري سوشي؟ ما باكلش موري سوشي صراحة، كل ما بقعد عنده بطلب من تحت او من حين. بس بقى احنا فرش مرتب حلو عامة، مفيش حاجة مختلفة اوي غير الموضوع على الحساس، سيم ايتمز بس على نضافة. اللي دور عليه لو في تشيز ديب. تشيز ديب كريمي سوزر ايطاليان ايطاليان رانش طازه ايلك بوسكا. عندنا في السرايه كان في تشيز ديب بس من يوميها هي كريمي، لا كريمي فرنش دريسنج. عندنا في السرايه كان في تشيز ديب بس لا خلاص خلصت. المكرونه شكلها حلو بس يعني كبيره شويه بس مش تاكل. الكب كيس احسن واحده فيهم هي الشوكولاته. انت جبت ايه؟ ريد فيلفت. تحس انك شاري كيكه مش كب كيك يعني. كل العلبه دي بعد اذنك هقفل المروحه عشان الويد نويز عشان انا بصور. ممكن يا ريت يرضيك تكون بصور فلوج والهواء يقعد يفخ لك فيها. حد سمع انت بتقول ايه؟ يا جماعه هسمعكم اغنيه دولا الشهيره. يلا عمرو معايا، واحد اتنين تلاتة. دولا 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 كلنا كده عايزين دولا. ايه ناخد سكرين شوت في حاجه ازاي؟ ادوس على الهوم باتن واللوك سكرين او اللوك. انا جاي لك اقول لك بس عشان افتكر. شيل صوابعك خالص. كوماند العالي فور، كوماند العالي فور. اتضح ان ما عملش، عمل خلاص.
اه اوكي صح تمام. اصل انا العالي ده المفروض هو شيفت، بس انا مسميه العالي عشان مكتوب العالي على على الكيبورد، ما اعرفش ليه. يلا خد تليفونك. خد تليفوني يا حبيبي. سلام. هتهبده في الارض. هبدا جامد. اهبده يا حبيبي. بص لمين من الشباك. بصوا بقى اليوم جري كده فجأة، يعني فكرة الساعة 8 لقينا الساعة 11:30 ولا الساعة 11:22 يعني. يا حبيبي بتكلم يا بابا، مش عارف اتكلم. اشوفكم بقى في فلوج تاني. لو حد من ادوب بيتفرج على الفلوج يا جماعة لو سمحت، عادل عنده مشاكل يحاول يحلها له. تشرب بتاع فاضي. بس بقى نقفل الفلوج على كده. باي باي. خلاص.